خلينا نروح لموضوع آخر، والتعليم الفني والتكنولوجي الحقيقة وهو يعني ملف مهم جدا، وهو قاطرة الاقتصاد في الدول الصناعية الكبرى. عشان كده في اهتمام كبير من الدولة بزيادة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية، واللي من دورها أنها تؤهل الطالب لسوق العمل في العديد من التخصصات الصناعية. تسعى الدولة المصرية إلى تطوير التعليم والوصول به إلى الشكل الذي يؤهل الطلاب للخروج إلى سوق العمل ومواكبة التطوير التكنولوجي، لذلك كان الاهتمام بإنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية، أملاً في توطين الصناعات الكبرى لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري. وخلال عام 2021 تم افتتاح 12 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالشراكة مع كبرى الشركات والوزارات، مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البترول ومجموعة شركات فولكس فاجن ومؤسسة غبور للتنمية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة جي آي تي وشركة أم سي في ودار مدحت السويدي للطباعة وأكاديمية السويدي الفنية. وتصبح حصيلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية 28 مدرسة بعشر محافظات مختلفة من محافظات الجمهورية، هي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، المنيا، الدقهلية وبورسعيد. وتعمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية على المساهمة في الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل سواء كان محلياً أو دولياً، مع خلق فرص عمل لائقة ومستدامة ومتاحة للجميع، وذلك من خلال تطبيق المعايير الدولية في تطوير المناهج وفقاً لمنهجية التعليم القائم على الجدارات، والتي تتناول تخصصات جديدة متميزة بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص. وكذلك تتسم بيئة التعليم بالمدارس بكونها خضراء ورقمية وذكية.